النهاردة كمان بعثة الفريق كانت بتجري المسحة الجديدة في مقر الإقامة في كازابلانكا، وده كان بحضور شريف أبو العينين مدير الإدارة الطبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف. البعثة الحقيقة أجرت المسحة وفقا للإجراءات زي ما حضراتكم عارفين اللي أقرها الاتحاد الأفريقي، وكانت طبعا البعثة كانت عملت هنا مسحة في القاهرة من كذا يوم قبل ما يسافروا، كانت نتيجتها سلبية الحمد لله للكل. الاتحاد الأفريقي ممكن يطلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق يعني هو طلب قبل ما يرجعوا طبعا كمان هو طلب مسحة قبل ما يوصلوا كمان بالظبط، فعشان كده عملوها وطلعت نتيجتها سلبية، وده طبعا قبل 48 ساعة من المباراة كما هو متعارف عليه، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب في الفريق. ده أكيد، وزي ما قلنا الإجراءات الطبية وزي ما احنا شايفين والإجراءات الاحترازية بتتم على أعلى مستوى، وكان مهم جدا كمان زي ما انت قلت سامي الكاف كمان قال النادي الأهلي عمل مسحة في القاهرة والحمد لله كلها سلبية، لكن كمان الإجراء البروتوكول إن أي قبل أي مباراة ب 48 ساعة أكيد كمان يكون في مسحة، وطبعا زي ما احنا شايفين اللعيبة يعني بتعمل مسحة عملت مسحات يعني هو طبعا شيء إيجابي يعني شيء إيجابي جدا يعني المسحات بتجرى بشكل خلاص اللعيبة اتخذت على الموضوع صعب في أوله، لكن إن شاء الله كل الناس تبقى سليمة وكل الناس تبقى متعافية بإذن الله، وتبقى كل التحاليل تبقى سلبية بإذن الله عشان يكونوا جاهزين إن شاء الله لمعركة يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. بيقولي أنا بوجع لهم زيك، قالوا فعلا أنا بتوجع لهم سلف وحياة ربنا فعلا يعني صعب.